انطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته 12 في أحضان الحضارة المصرية بمعبد الأقصر بحضور الرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة. المهرجان انعقد تحت شعار السينما خلود الزمان، انعكاسا لدور السينما في تخليد الزمن والتاريخ، وذلك وسط حضور كبير من نجوم السينما والضيوف. وتضمن المهرجان عددا من الفقرات الغنائية. شكرا استاذ عماد، عمدي عماد، عزيز مشرف لجنة تحكيم القصير بشرى، كنت في الطويل.